هيا نمتعكم بحصتنا من سحر وتهريج ودوما تسلينا. طوبي كتكت وكوكو والكل يرافقنا. تعالوا هلموا إلينا انضموا عمو ياسين الغازو والشاطر يعطينا الحل. حكاية فيها عبرة حكمة مثل معلومة وبها يا نور العفو عمو ياسين. تعالوا هلموا إلينا انضموا عمو ياسين. مساء الخير يا أطفال، مش راكم؟ إذن مرحبا بكم في حصتكم المفضلة مع عمو يزيد، وانتم كذلك يا أطفال لكم تشاهدوا فينا. إذا حبيتوا تحضروا كما أصدقائنا اللي راهم هنا كلمناهم كامل باش جاوا حضروا معنا، ما عليكم إلا توجهوا الإنترنت بهذه الطريقة. إذا حبيت تشارك وتحضر معنا سهل، ما عليك إلا تروح الإنترنت تكتب عمويزيد.com، تضغط على زرار شارك في حصتنا، تملأ الاستمارة، ما تنساش رقمك الهاتفي وبريدك الإلكتروني. مرحبا بك. بعد ما تسجلوا يا أطفال عليكم شوية بالصبر لأن التسجيلات كثيرة وأطفال بزاف حابين يحضروا معنا. احنا تاني مدى بينا تجو كامل تحضروا معنا، شوية صبروا وراح نتصلوا بكم. كما عودناكم كل مرة نتكلموا على يوم عالمي مهم في حياتنا. اليوم عندنا اليوم العالمي لغسل اليدين. إذن يا أطفال شوفوا، غسل اليدين عنده أهمية كبيرة، حتى الأمم المتحدة داروا له يوم عالمي يصادف كل سنة يوم 15 أكتوبر. قولوا لي واسمك بنتي انتيا؟ دينات. شحال من مرة في اليوم تغسلي يديك؟ شحال؟ ما على بالك؟ شحال؟ تسعة. تسع مرات؟ واو، ما في الليلة مرة تنوضي تكون تنوضي تغسلي يديك. مليح. ولكن راح نطرح لكم السؤال بطريقة أخرى، بعد ماذا نغسل يدينا؟ بعد واسمك بنتي؟ خديجة. ها؟ خديجة. خديجة بعد ماذا؟ بعد الأكل. بعد الأكل؟ برافو. بعد الأكل تاني واسمك بنتي؟ سارة. وين تسكني سارة؟ زيرالدا. بعد ماذا نغسل يدينا؟ بعد اللعب. بعد اللعب، برافو 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 وليدي، برافو 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 برافو. وكذلك يا أطفال وكاين تاني، كاين أشياء مهمة تاني، كاين غسل الأسنان. شحال تغسلوا أسنانكم مرة في اليوم؟ واسمك بنتي؟ إيديا. شحال مرة تغسلي أسنانك؟ قولي صح بالصحة. شحال من مرة؟ مرة، اثنين، ثلاثة؟ ثلاث مرات. لا، زوج مرات. نسقسوا بابا وماما يبيعوك. ها، ثلاث مرات. برافو برافو برافو. نغسلها. عاودي قول واسمك. دانية بالحاج. الله يبارك. وين تسكني؟ بوسماعيل. في بوسماعيل. وقتاش تغسلي يديك؟ كي تروحي ترقدي. سنانك تاني وقتاش؟ نغسلهم كي نكون حنرقد. كي تكون حترقدي. برافو برافو. إذن يا أطفال، وي وليدي واسمك؟ عبد الإله. قل لي وقتاش تغسل أسنانك؟ في الليل وفي النهار. في الليل وفي النهار. يا أطفال غسل الأسنان مهم خاصة بعد الأكل. إذن يا أطفال غسلوا اليدين مهم جدا جدا، بعد اللعب، كي تنوض صباح، في أي مرة، لما مثلا تروح تخرج برا، تمسك شي حاجة، تكون تلعب، لازم تغسل يديك، ولازم تغسل يدينا بالصابون يا أخي. إذن غسل اليدين مهم جدا لصحة الإنسان. تاني كالمعتاد في أول كل حصة نطرح عليكم لغز. تحبوا الألغاز؟ تحبوا الألغاز؟ إذن لغز اليوم يقول: ما هو الشيء الذي لا يعمل إلا إذا وضعت أصابعك في عينيه؟ ما هو الشيء الذي لا يعمل إلا إذا وضعت أصابعك في عينيه؟ فكروا إلى غاية نهاية الحصة مع الأطفال اللي راهم يشاهدوا فينا، يقدروا كذلك يشاركوا في الإجابة على اللغز بهذه الطريقة.
أنت كذلك جاوب وربح عن طريق الانترنت مع آجل. اكتب عمويزيد.com، اضغط على زرار جاوب على اللغز، املأ الاستمارة، ما تنساش رقمك الهاتفي، بريدك الإلكتروني والجواب على اللغز. رايح تربح هدية قيمة مهداة من طرف شركة آجل، 15 سنة في خدمتكم. تعالوا هلموا إلينا انضموا عمو يزيد. إذن فكروا يا أطفال انتم وأصدقائنا إلى غاية نهاية الحصة، وأنا اليوم كالمعتاد واش هو في هذه الفترة رانا نحتفلوا بذكرى 60 لأي تاريخ؟ شكون اللي يعرف حاجة؟ رانا في 2016، إذن 60 سنة يعني 1956. واش هو الشيء المهم في ثورة التحرير اللي وقع في سنة 1956؟ واسمك بنتي؟ واسمك مريم. وين تسكني مريم؟ بيرتوتا. واش هو الشيء المهم؟ مؤتمر صومام. مؤتمر صومام في أي سنة؟ في 1956. في أي يوم؟ شكون اللي يعرف في أي يوم مؤتمر صومام؟ في أي يوم مؤتمر صومام؟ على بالكم؟ 20 أوت. بالضبط. واسمك وليدي عاود ذكرهم باسمك؟ تيتوش يوسف. يوسف، 20 أوت. برافو وليدي، برافو. إذا مؤتمر صومام كان أول مؤتمر وين ثورة التحرير نظمت صفوفها، كان في 20 أوت 1956، وإحنا في هذه الفترة نحتفلوا بالذكرى 60. إذا 60 مؤتمر صومام تاريخ مهم جدا في حياتنا، لهذا كلفنا نور الهدى باش ديرنا بحث عن مجاهد ورمز من رموز ثورة التحرير، هو محمد الصديق بن يحيى. إذا تفضلي هدى. مساء الخير يا أطفال. اليوم جيت نحكي لكم على حياة المجاهد محمد صديق بن يحيى. محمد صديق بن يحيى سياسي ووزير خارجية جزائري، ولد في 30 يناير 1932 بجيجل. زاول دراسته واستطاع الحصول على شهادة ليسانس في الحقوق بجامعة الجزائر. شارك في تأسيس الاتحاد العام للطلبة المسلمين الجزائريين سنة 1955 مع كل من أحمد طالب الإبراهيمي ولمين خان. كان من المنظمين لإضراب الطلبة الجزائريين عن الدراسة والتحاقهم بصفوف جبهة التحرير الوطني يوم 19 مايو 1956. مثل جبهة التحرير الوطني في مؤتمر الشباب المنعقد بباندونغ سنة 1956. عين عضوا في المجلس الوطني للثورة الجزائرية وعضوا في الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية. سنة 1960 عين مديرا للديوان برئاسة الحكومة المؤقتة، وشارك في المفاوضات الجزائرية الفرنسية من 1960 إلى غاية 1962، ولعب دورا كبيرا في التأثير على مسارها، وقد أعجبت بحنكته الشخصيات الفرنسية المشاركة في المفاوضات، حيث لقبته جريدة باري ماتش بثعلب الصحراء، وذلك لما أظهره من قدرته على الجدل والإقناع. بعد الاستقلال عين وزيرا للخارجية عام 1979 وعضو المكتب السياسي لجبهة التحرير الوطني. توفي محمد صديق بن يحيى ليلة 3 مايو 1982 إثر حادث طائرة على بعد 50 كيلومتر من الحدود الفاصلة بين العراق وتركيا، حيث كان في مهمة دبلوماسية لحل خلاف بين العراق وإيران. وشكرا. شكرا شكرا نور الهدى. شكرا 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 يا أطفال. مقبلة تكلمنا على غسل اليدين، غسل الأسنان، على النظافة. نظافة الجسم مهمة جدا، ونظافة الجسم علاش نظفوا جسمنا؟ باش نكونوا بصحة جيدة. إذا عمو يزيد دالكم أغنية إن شاء الله تعجبكم، تتكلم عن صحتي. يا أخي يلا تغنوا معايا صحتي. صحتي أغلى أهداني المولى، صحتي أغلى أهداني المولى، من أرزاقي ومالي
رزاقي ومالي تبقى لي الأولى. صحتي أغلى أهداني المولى، صحتي أغلى أهداني المولى، من أرزاقي ومالي تبقى لي الأولى، من أرزاقي ومالي تبقى لي الأولى. أرضى التدخين وأنهى عنه دوما، أعلم كم يقينا لن ينفعني لا يوما. لا أرضى التدخين وأنهى عنه دوما، أعلم كم يقينا لن ينفعني لا يوما. صحتي أغلى أهداني المولى، صحتي أغلى أهداني المولى، من أرزاقي ومالي تبقى لي الأولى، من أرزاقي ومالي تبقى لي الأولى. أنا بابا وصاني جسمك إرعى يا ابني، واعلم في الإبكار صحة عقلي وبدني. أنا بابا وصاني جسمك إرعى يا ابني، واعلم في الإبكار صحة عقلي وبدني. صحتي أغلى أهداني المولى، صحتي أغلى أهداني المولى، من أرزاقي ومالي تبقى لي الأولى، من أرزاقي ومالي تبقى لي الأولى. أغسل يدي قبل بدء الأكل، أكل بالراوية بسم الله على مهلي. أغسل يدي قبل بدء الأكل، أكل بالراوية بسم الله على مهلي. صحتي أغلى أهداني المولى، صحتي أغلى أهداني المولى، من أرزاقي ومالي تبقى لي الأولى، من أرزاقي ومالي تبقى لي الأولى. أغسل أسناني قبل وقت النوم، فأبي قد وصاني وكذا وصتني أمي. أغسل أسناني قبل وقت النوم، فأبي قد وصاني وكذا وصتني أمي. صحتي أغلى أهداني المولى، صحتي أغلى أهداني المولى، من أرزاقي ومالي تبقى لي الأولى، من أرزاقي ومالي تبقى لي الأولى. برافو 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 برافو. يا أطفال تحبوا ألعاب الخفة؟ إذا نرحبوا كامل معايا بعمو سليم اللي جانا من مدينة بجاية. تفضل عمو سليم.
برافو 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 برافو. صفقي صفقي راه مسالم، صفقي عليه صفقي عليه، صفقي معايا هيا، صفقي راه مسالم هاي بس. برافو برافو عمو سليم. عجبكم عمو سليم؟ يا اطفال تحبوا الحكايات؟ اذا عمو يزيد راح يحكي لكم اليوم حكايه سالم وعائلته. يلا معايا كامل. يا اطفال كما وعدتكم كالمعتاد دائما نحكوا حكايه اللي تفيدكم وتكون شيقه كذلك وممتعه. هاد المرة مادام رانا نتكلموا على اليوم العالمي لنظافة اليدين، غنينا أغنية صحتي، تكلمنا عن غسل الأسنان، عن النوم، عن الإنسان اللي يستيقظ باكرا الصحة تاعو تكون دائما أحسن. إذا جبت لكم حكاية في هاد الموضوع هذا. في يوم من الأيام كان سالم كان يمشي مع العائلة تاعو، يماه وباباه وكانت معهم أختو تاني، كانوا يتجولوا في المدينة هكذا. كان سالم ياكل في موزة حبة تاع بنان، كان ياكل في الموزة هكذا، واختو كانت تاكل في شيبس، كانت تاكل في شيبس، ياكلوا كامل. ومن بعد كي يكملوا الماكلة جا رايح يرمي في الطريق هكذا. باباه قال له لا لا يا ابني، لازم النفايات نرموهم وين؟ في سلة المهملات، مهم جدا أن القمامة ما نرموهاش على الأرض، عندها المكان المحدد والمعين لها. إذن راح مع أخته قال له هاي لك هيك سلة المهملات، روح أرمي فيها هاد النفايات ديالك وارجع. كي لحقوا لسلة المهملات واش دار سالم؟ حكم هذاك القشور تاع البنان هذاك وما راحش لسلة المهملات، رماه بيده هكذا. واش دار من البعيد هكذا؟ دار هكذا، رماه من البعيد هكذا وجا رايح هكذا، وطاح هذاك القشور تاع البنان طاح في الأرض، ما شافوش سالم. وختو راحت رمات هذاك الكارت اللي كان في يدها، رماتو في السله الداخل، وراحوا مع والديه يتجولوا يمشوا. ولما جاوا راجعين للبيت كيكملوا الجوله ديالهم، جاوا راجعين للبيت جازوا على الطريق الاخر اللي كانت فيه هذيك سله المهملات. واش يوقع لسالم؟ سالم زلق في نفس قشور البنان اللي هو ما رماهش مليح، اللي كان في الارض، وتكسر من رجله، وداوه للمستشفى وداروا له الجبس. ومن بعد ندم قال يا ربي لو كان غير رميت هذاك القشور، رميته في سلة المهملات باش ما يوقع ليش هكذا. إذن واش لازم نديرو؟ نرميو النفايات في سلة المهملات، لازم نشوفو بلي رميناهم مليح وما نخلو والو على الأرض، لأنه بالمرات الإنسان لما يروح لسلة المهملات يرمي هكذا وكاين حوايج يطيحوا هكذا في الأرض، ما لازمش تخليهم، لازم تدير كيس في يدك هكذا وترفدهم، يعني تغلف يدك بكيس وترفدهم وترميهم في سلة المهملات. يا أخي يا أطفال، عمو يزيد نستخلصوا من هذه الحكاية أن النظافة من الإيمان ومن واجبنا الحفاظ على بيئتنا. بالضبط، برافو بوبي، برافو 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 برافو. بوبي دائما يجيب لنا حكم وعبر جميلة. إذن النظافة من الإيمان، إذن لازم نحافظوا على البيئة نتاعنا ونكونوا أروحي قولي لنا بنتي، أروحي وين ترمي الزبل بنتي؟ في لابوبال. برافو 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 بنتي، برافو برافو، شاطرة شاطرة شاطرة. شكرا يا أطفال، شكرا يا أطفال. عجبتكم الحكاية؟ دركا لحقنا لواحد الركن انا نحبو بزاف، هذا الركن هذا وين تجوا لهنايا تحكوا لي لي بلاك النكت ديالكم. شكون اللي عنده نكته جميله يجي يحكيها لنا؟ تعالي بنتي ارواحي تفضلي. واسمك بنتي؟ رينات. وين تسكني؟ في حجات. الله يبارك خيرنا. ولاية؟ تيبازا. تيبازا. واش هي النكته تاعك بنتي؟ واحد فقير وواحد غني دخلوا الغصون، هذاك الغني كوموندا اللحم وهذاك الفقير كوموندا اللوبيا. ومن بعد كت هذاك الغني كي كمل الماكله قال له اونكور، جا زاد له اللحم، وهذاك الفقير كي كمل ماكلته قال له اونكور، جا جاب له اللوبيا انخلع. ومن بعد كطرحوا للسينما كانوا يشوفوا في الفيلم، كي خلاص الفيلم بداو يقولوا اونكور، قال لهم مجرد دوك يجيب لكم اللوبيا. برافو برافو بنتي، برافو. تعالي بنتي، تعالي 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 تفضلي. واسمك بنتي؟ هلا.
الا وين تسكني؟ زيرالدا. زيرالدا الله يبارك. احكي لنا النكته تاعك. لغز. لغز يلا. وعاء فيه ماء. دجاجة دخلت فيه كيف تخرج؟ كيف تخرج؟ صوتي تعوم. كيف قولي لهم الجواب؟ تخرج من الشمخة. كيف تخرج؟ اوكي برافو برافو بنتي برافو 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 برافو. اروح اقعد هنا. واسمك؟ توشيتو. معلش واسمك؟ سنينة. وين تسكني؟ أوهو. ها في وهران. اوكي بصح ما كاينش برونزيه كامل في وهران، انا ما كاين برونزيه بالبحر وكامل. ها ما رحتيش للبحر؟ راني نروح. كي تخبى يا ملا يتخبى من الشمس يا اخي. ايش تخبى؟ عندك نكته ولا حاجه؟ واش عندك تحبين؟ تحبي حصه عمو يزيد؟ شحال تحبيها؟ برافو برافو بنتي، روحي قعدي مكانك. اروحي بنتي تعالي تعالي. واسمك بنتي؟ سارة. وين تسكني سارة؟ زيرالدا. زيرالدا، احكي لنا النكتة تاعك. عندي لغز. لغز يلا. ما هو الشيء الذي خلقه الله؟ نبات ثم جماد ثم حيوان. ما هو الشيء الذي خلقه الله؟ نبات ثم جماد ثم حيوان. تعرفيه وش هو؟ تعالي تعالي تعالي. عسى سيدنا موسى. عسى سيدنا موسى عليه السلام. داك دوري الكاميرا بنتي، قولي لهم الجواب تاعك. لفعة. لفعة؟ الحيوان ايه؟ هو لفعة. ايه؟ عسى سيدنا موسى هو الجواب. ها؟ عسى سيدنا موسى خلقه الله شجرة، ثم عصا ثم ثعبان. طيب يعني برافو، عصا سيدنا موسى عليه السلام. برافو 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 بنتي، برافو. يا أطفال، واش رأيكم دركا؟ فكرتوا في اللغز؟ كويشن. فكرتوا في اللغز؟ ها؟ ما هو الشيء الذي، اروحي بنتي تعالي 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 اروحي. واش حبيتي تقولي انت؟ واسمك؟ اقعدوا منا. واسمك؟ دنيا بالحاج. عندك نكته؟ واش عندك؟ عندي نجم. واش هي؟ نجم. احكي لنا. واش تحكي لنا؟ تحبي الحصه؟ لا لا. نصر النجار. ها؟ النجار. وش هي؟ عمي مصر النجار. ايه؟ وش حبيت تحكي لنا؟ مصر النجار. ايه روحي احكي. عمي مصر النجار يعمل يعمل الدين شا. عمي منصور النجار. عمي منصور النجار. اوكي يلا. عمي منصور النجار يعمل يعمل وهو يغن يمدم الاشعار فيهم يدم الاشعار هذا قليل نمز عليه اسمع لنا. برافو برافو برافو، تفيق عليها تفيق عليها تفيق عليها. برافو يا اطفال. انا راح نحط صديقنا الحيوان الارنب الجميل. اوكي يا اطفال، فكرتوا في الجواب على اللغز؟ ما هو الشيء الذي لا يعمل الا اذا وضعت اصابعك في عينيه؟ تعالي بنتي تعالي. وش هو الجواب؟ المقص. المقص. واو شاطرين بزاف، شاطرين شاطرين شاطرين. اذا هو المقص. تعالي بنتي تعالي 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 تعالي. حنا كي يكون طفل شاطر ويسيب الجواب على اللغز اللي هو المقص، نعطوا له هديه. هذه الهديه تتمثل في قبعه مع عمو يزيد باش تحميك من اشعه الشمس الضاره، وكذلك نهدوا لك سيدي قرص عمو يزيد اول البوم من حق الطفوله. تفضلي بنتي بالتوفيق. بالتوفيق عليها تفيق عليها. برافو برافو. الحقنا دركا واحد الركن اللي انا نحبه بزاف، هو ركن عيد الميلاد. اذا اليوم عندنا عيد ميلاد ابتسام، تعالي ابتسام التحقي بيا واصدقائنا يروحوا يجيبوا لنا الكاتو تاع ابتسام. تعالي بنتي اروحي اروحي يلا، وحنا نغنوا لها اغنيه عيد ميلادك احلى عيد. يلا تغنوا كامل معايا، يلا التحقوا بيا اصدقاء. عيد ميلادك احلى عيد،
ربي كتب لك عمر جديد الله يبارك فيك ويزيد ونقول لك عيد ميلاد سعيد الله يبارك فيك ويزيد ونقول لك عيد ميلاد سعيد جبناها وشموعك فيها زرعناها باسمك انت زيناها ليلة حلوة يا محلاها باسمك انت زيناها ليلة حلوة يا محلاها أجمل هدايا يهدولو هيا نصفق ونغنيلو أجمل هدايا يهدولو هيا نصفق ونغنيلو سنة حلوة يا جميل سنة حلوة يا جميل سنة حلوة سنة حلوة سنة حلوة يا جميل برافو برافو ابتسام كمل معايا 8 7 6 5 4 3 2 1 برافو 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 اذا ابتسام كل عام وانت بخير بنتي عقوبة 100 عام ان شاء الله انا راح نعطي لك شهاده مشاركه في حصه مع عمو يزيد هاي لك باسمك وانتم يا اطفال كاع الشهادات هادو لما تخرجوا تسيبوهم يستناو فيكم كامل كل واحد عنده شهاده مشاركه في انجاح حصة مع عمو يزيد مع هذا الظرف الجميل إذن وأنا ما بقالي إلا نقولكم انتظرونا في الأسبوع المقبل في نفس التوقيت على نفس القناة نحبكم يا أطفال باي باي لا تحزنوا حان الوداع يا أصدقاء كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء لا ننساكم لا تنسونا أحببناكم أحببتونا سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد لا ننساكم لا تنسونا أحببناكم أحببتونا سنعود فانتظرونا في موعد جديد